بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. لا زال الحديث متصلا عن أهل قريش الذين كذبوا بالدعوة ولم يدخلوا في دين الله عز وجل، بل رموا هذه الدعوة وصاحبها بالإفك والأباطيل. فقال ربنا عز وجل: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان هذا الدين خيرا ما سبقونا إليه، أي في الاهتداء به. سبحان الله. هذا الخطاب يتضمن تزكية أنفسهم بأنهم أصحاب العقول المستنيرة وغيرهم أصحاب الأفهام المنغلقة. فأصحاب العقول المستنيرة لو وجدوا خيرا لسارعوا إليه، فطالما أنهم لم يسارعوا في الإسلام فهذا دليل على سوء الإسلام، فلو كان خيرا ما سبقنا إليه هؤلاء. وإذ لم يهتدوا به، وعندما
لا يهتدون بالقرآن، فالضمير هنا عائد على القرآن، لأن القرآن يهدي للتي أقوم، فمن اهتدى بالقرآن دخل الدين. يبقى الكلام في الأول عن الدين، لكن هذا الضمير عن القرآن. فعندما يسمعون القرآن فلا يهتدون به، ماذا يصنعون؟ يتهمون هذا القرآن فيقولون هذا إفك قديم. والإفك هو الكذب، والفارق بين الإفك والكذب أن الإفك هو شديد الكذب، يعني هذا القرآن بلغ منتهاه من الكذب، فقالوا هذا إفك. ثم وصفوا هذا الإفك بالقدم، والقدم أي إنه منذ أن سمعه محمد وتلاه فهو في كذب مستمر. يرد عليهم ربنا عز وجل ردا منطقيا عجيبا. الكفار من أهل قريش ومن حولهم من البوادي يؤمنون بالتوراة والإنجيل، دي أمر عجيب جدا، ويعتقدون في اليهود والنصارى أنهم أهل كتاب، ولذلك حكموا اليهود بينهم وبين رسول الله. عندما أتى وفد من يهودي خيبر وبني قريظة إلى مكة فسألهم أهل مكة أنتم أهل كتاب، فأي الدينين أحب إلى الله، ديننا أم دين محمد؟ أنتوا بقى ناس أهل كتاب وأنتوا تقدروا تفهمهم في الموضوع بتاع محمد ده، فأي الدينين أحب؟ ديننا دين الأوثان وتعظيم الأصنام والشرك وعبادة غير الله، أم دين محمد دين الصدق والتوحيد والأخلاق؟ يا ترى ماذا كان رد أهل الكتاب؟ قالوا للمشركين إن دينكم أحب إلى الله وأزكى من دين محمد. سبحان الله. وفي ذلك أنزل الله تعالى قوله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله. فإذا كنتم تؤمنون بالتوراة والإنجيل وتعظمون أهل الكتاب، فإن هذا القرآن يصدق الكتب التي أنتم تقرون بها، وهذه الكتب التي أنتم تقرون بها بشرت بهذا النبي الذي تكذبونه. وفي ذلك كله يقول ربنا عز وجل ومن قبله، أي ومن قبل القرآن، كتاب موسى، ولم يقل الإنجيل كتاب موسى وعيسى، لأن شرعة عيسى امتداد لشرعة ماذا؟ موسى. ولذلك في الدراسات المتعلقة بمقارنة الأديان التوراة بتسمى بالإيه؟ بالعهد القديم، والإنجيل العهد الإيه؟ الجديد. ماشي. ومن قبله كتاب موسى أي التوراة إماما ورحمة. طب وأيضا وجه آخر، لماذا لم يقل والإنجيل؟ لأن العرب حاككت اليهود أكثر من محاككتها لمن؟ للنصارى. يعني الذين مثلا عندنا يثرب، خيبر، وادي تيماء، وادي القرى، الحصون، دي كلها كان يمكث فيها ويقطنها اليهود. النصارى كانوا في بلاد الشام، وكان المشركون لا يحاككونهم إلا عند التجارة، تجارة الشام. أما اليهود فإنهم كانوا يحاككونهم كثيرا. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، أي إماما ورحمة للمؤمنين به حقيقة، للمؤمنين به حقيقة.
والإمام هو الذي يقتدى به، فدل ذلك على أن الكتاب السماوي للاقتداء، ليس لمجرد التلاوة بس ولكن للاقتداء. فمن اقتدى به كان رحمة له، فمن اقتدى بالكتاب كان هذا الاقتداء رحمة له. إذا لن نكون أمة مرحومة إلا إذا اقتدينا بالكتاب، دي مسألة مهمة جدا. وقوله إماما ورحمة حالان، يعني حالان لمن فعل ذلك. إذا من عظم الكتاب فجعله إماما كان رحمة له. وهذا كتاب، وهذا إشارة إلى القرآن، وهذا كتاب، وسمي كتابا لاجتماع صحائفه، وهذا كتاب، وده إشارة أيضا إلى أن الصحابة كانوا يكتبون القرآن، فلا يسمى الكتاب إلا لما جمع، أجمعت آياته وجمعت سوره وجمعت صحائفه فصار كتابا. وهذا كتاب مصدق، لسانا عربيا مصدق، لم يذكر المتعلق بمصدق للدلالة على أن هذا القرآن هو الذي يصدق كل ما سبقه من كتب. إذن من أعظم توثيق الكتب السابقة هو إيه؟ القرآن. لأن هذه الكتب مستها يد التحريف والزيغ والضلالة، أما القرآن فإن الله تعالى ضمن حفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. واللام هنا هي المؤكدة، وهذا تأكيد، ولم يقل وإنا له يعني لمبقون ولكن لحافظون. فالقرآن أعظم وثيقة يمكن أن نصدق بها الكتب السابقة، يبقى أي معلومات تجدنا في التوراة أو في الإنجيل نعرضها على الإيه؟ على القرآن. فإذا صدقه القرآن كان هذا الخبر صحيحا، وإذا لم يصدقه القرآن طرح ذلك الخبر. يبقى أخبار بني إسرائيل لا نصدقها ولا نكذبها، ولكن نعرضها على ماذا؟ على قرآننا، على وحينا، لأنها أخبار لا نعرف صدقها من كذبها. وهذا كتاب مصدق، أي مصدق لكل ما مر عليه أو لكل ما سبقه من كتب، توراة، إنجيل، زبور، صحائف إبراهيم. لسانا عربيا، كلمة لسانا عربيا حال من القرآن، أي حال القرآن أنه لسان عربي، وعربي صفة للسان، يبقى لسانا حال وعربيا صفة للسان. لم يكن ذلك القرآن بالأعجمي، وإنما كان باللسان العربي. ليه؟ لينذر، لام التعليل، الذين ظلموا. إذا النذارة للظالمين إشارة إلى المشركين والكفار، فأعظم الظلم الكفر بالله عز وجل، إن الشرك لظلم عظيم. وبشرى للمحسنين، أي تبشير للمحسنين، أي المقبلين الذين صلحت أعمالهم واعتقاداتهم. إن الذين قالوا ربنا الله، والقول باللسان والقلب، فقول اللسان اللفظ، وقول القلب الإقرار، والإقرار أعظم من التصديق، لأن التصديق ربما يصدق الإنسان ولا يطيع، أما الإقرار فهو تصديق مع طاعة، الإقرار تصديق مع طاعة. ولذلك بعض المحققين في مسائل الاعتقاد رجح تفسير الإيمان بالإقرار لا بالتصديق، بالإقرار لا بالتصديق. إن الذين قالوا ربنا الله،
أي قالوا ذلك بألسنتهم وأقروا بقلوبهم، فعندما استقام الظاهر والباطن على توحيد الله عز وجل استقاموا، فهذا دليل على أن الاستقامة تكون بعد التوحيد، أي استقاموا. طبعا هناك تفسيرات كثيرة، استقاموا أي أطاعوا الله، والقول استقاموا أي استقاموا على التوحيد، استقاموا على التوحيد، استقاموا أي فعلوا الأعمال الصالحات. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، وثم لا يفهم منها طول المدة، ولكن يفهم منها أن الاستقامة حصلت لهم بعد التوحيد، فهذا دليل على أن الانحراف علامة على ضعف التوحيد، فكلما عظم التوحيد كلما عظمت الاستقامة. يقول لك في هناك أخ انتكس، أو أخ تقهقر، أو أخ بين كان هناك طالب في سنة أولى ثانوي بسأل عليه، كان هذا الطالب يعني أغبطه وأحبه جدا، نعم ما كانش بيحضر لي كثير، ولكن كان بيقصر ثيابه وكان بيحضر لبعض الإخوة، وكان ما شاء الله ما شاء الله. بسأل عليه يوم الأربعاء، فقال للمشرف إنه هو صار من أفجر ما يمكن أن تتصور. يا إلهي، ده كله في أسبوع، يعني سبحان الله، أنا خشيت على نفسي. يا إلهي، يعني كان يقصر سراويله، وعلامة الصلاة في وجهه، واللحية في وجهه، وما شاء الله سابق سنه بمراحل، ويخشى المجال الشيخ محمد حسان، وكان لصيق لسن من الناس، ها، وما إلى ذلك. بعدين خلال أيام ينتكس، أي انتكاس يقول كأفجر ما يمكن أن تتصور، لدرجة أنه أحيانا كنت أقول له يا ابني اعمل فيها معروف وخليك يمشي مع ابني. سبحان الله، أنا حقيقة الدمعة نزلت من عيني، حزنت حزنا شديدا، قلت يا إلهي، يعني اللي حصل ده كله كان عبارة عن التزام ظاهر، وللأسف إن احنا بيبقى حكمنا حكم سطحي، طالما إن الأخ ما شاء الله قصر الملابس بتاعته، مطلق اللحية بتاعته، بيحضر الدروس، يبقى أخ محترم وممتاز. لا، هناك التوحيد، فإذا استقام على التوحيد استقام على الطاعة، وإذا حدث هناك انتكاسة في استقامة التوحيد بالضرورة ستحدث انتكاسة في الطاعة. لكن يمكن الإنسان أن يكون مقصرا، لكن أن يكون القلب مفعما بالتوحيد، مفعما بالتوحيد، جناباته مضيئة بالإيمان، ليس في قلبه ركن مظلم، بل إن نور الحق يتلمس طريقه إلى جنبات قلبه، فلا يدع فيها زاوية إلا أضاءه. لكن لو في هناك في القلب مثلا 20 فانوس فيهم 3-4 مضروبين، والباقي كله ضعيف، بإيد ويطفي، يبقى القلب ده مش هيستطيع يتحمل الواجبات الشرعية. يبقى لما بيعمل الواجبات الشرعية هيعملها فترة وبعدين ما يقدرش فيستسلم. ولذلك أنا أريد من جماعة الخير الذين يحبون دين الله أن يتلمسوا معاني الاعتقاد لينشروها ويعمقوها بين الإخوة. ما يكونش كل حظك أن الأخ يلتحي ويجي المسجد بس ويحضر الدرس، لا، حاول تابعه، انظر إلى عينه عندما يمشي في الشارع، انظر كيف يسمع، انظر كيف يبتسم، انظر ما العلاقات بينه وبين والديه، انظر العلاقات بينه وبين جيرانه، العلاقات بينه وبين زملائه، انظر ارصده، فإذا وجدت خللا اعرف انه خلل فين، في الأصل اللي هو ايه؟ الاستقامة على التوحيد. في أخ ربنا يبارك فيه عمل ورقة جميلة جدا،
اقراها لكم دلوقتي. الورديه بتقول ان مفيش حاجه اسمها عيد الميلاد، وان عيد الميلاد هذه بدعه وثنيه دخلت دين النصارى، لان دين النصارى مؤسس على اصول وثنيه. القسنطين لما دخل النصرانية وكان وثنيا عاوز يجمع بين النصرانية والوثنية، فجمع بين المسيحية كما يقولون وبين المذهب الروماني الوثني، فعمل مذهب خليط اسمه الدين الملكاني، فانقلب الدين من دين المسيح إلى دين الملك، وصارت النصرانية هي الدين الرسمي للإمبراطورية الرومانية. وترك الناس توحيد الله عز وجل ليتجهوا إلى ماذا؟ إلى عبادة الأصنام باسم النصرانية. تغلت الأفكار الوثنية في الدين النصراني حتى غدت النصرانية مسخا من العقيدة الرومانية الوثنية العفنة، وبالتالي هم ما يعرفوش توحيد. الوثنيون لا يعرفون التوحيد. طب هم إزاي يجمعهم بين التوحيد وبين عبادة الأوثان؟ فيعبدهم إيه؟ يقولك إن المسيح هو ابن الله، أو يقولك إن المسيح هو الله، أو يقولهم إن أمه أيضا إلهة، وهو إله، وروح القدس إله، والثلاثة دول كلهم إله واحد. يبقى الاب والابن وروح القدس اله واحد، يقول لك امين، يعملوا زي البقر كده امين. سبحان الله. الاخ لما عمل هذه الورقه بعض الاخوه خاف ان هو ياخد. ليه؟ من اي شيء تخاف؟ من اي شيء تخاف؟ اذا كان المسلمون في مكه في وسط اهل الكفر صدعوا بلا إله إلا الله وعذبوا واضطهدوا، ولكن كانت الغلبة لمن؟ لله عز وجل. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، ده قانون ربنا عز وجل الذي وضعه والذي تجري عليه السنة الكونية، إن أهل الحق حتى ولو ضعفوا ولانت قناتهم فترة من الزمن فإن الله تعالى ناصرهم لا محالة. طيب، يبقى في قوله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، يبقى قالوا ربنا الله ثم استقام، يبقى القول باللفظ وبالقلب، وقول القلب هو الإقرار، والإقرار والتصديق المتضمن ماذا؟ الطاعة والانقياد. طيب، ثم استقاموا أي استقاموا على منهج الله عز وجل فأطاعوه فلم يخالفوه. إذن هناك علاقة بين الظاهر والباطن، فلو استقام الباطن استقام الظاهر، ولو اعوج الباطن اعوج الايه؟ الظاهر. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك في قوله إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. بشر ربنا عز وجل الموحدين وأهل الطاعة بقوله فلا خوف عليهم، فلا خوف عليهم أي في الآخرة، فلا يخافون من حصول مكروه لهم مستقبل، لأن الإنسان يخاف من حصول المكروه المستقبل. ولهم يحزنون أي لا يحزنون على محبوب قد فاتهم، يبقى فيش هناك لا خوف ولا حزن. لما الامتحان لسه جاي، يبقى الخوف متعلق بالمستقبل والحزن متعلق بماذا؟ بالماضي. لما امتحاني كل لسه جاي أقول لك أنا حزنان على الامتحان لأن هو جاي وأنا ما ذاكرتش، ولا أقول لك أنا خايف من الامتحان؟ أنا إيه؟ خايف. طب ابنك مات السنة اللي فاتت، تقول أنا خايف
على الولد لانه مات السنه اللي فاتت، ولا تقول انا حزين على الولد لانه مات السنه اللي فاتت؟ تقول ايه؟ يبقى اذا الحزن لما مضى والخوف لما يستقبل. فلما ينفي ربنا عز وجل الخوف والحزن على المؤمنين، فدل ذلك على أن المؤمن يعيش حياته جميعا بالله وفي الله ومع الله، لا يحزن على محبوب فاته، ولا يخاف من مكروه قد يصيبه. لا، ما يخافش طالما أنه على منهج ليه؟ منهج ايه؟ الاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فطالما أنت على منهج الاستقامة لا تخاف ولا تحزن. قال ربنا عنهم أولئك، أي المذكورون، أصحاب الجنة. شوف كلمة أصحاب الجنة، أي صاحب الجنة. وصاحب الشيء لا ينتزع ملكه منه، مش كده؟ يبقى دي بشارة لهم، إن اللي يخش الجنة ما يطلعش منها، اللي يخش الجنة ما يطلعش، بخلاف اللي يدخل ليه النار، يخرج بشفاعة الشافعين، بالحسنات الماحية، بالمكفرات، بأن يستوفي قسطه من العذاب، إن ربنا عز وجل يشفع فيه، إن ربنا عز وجل يخرجه بعفوه وكرمه. ألا أسباب. لكن اللي يخش الجنة لا يخرج من الجنة أبدا، وهذا دليل على أن الله تعالى عفوه أعظم من عقابه، إن عفو ربنا أعظم من عقابه. ولذلك في الحديث وعفوي سبق غضبي، إذن عفو ربنا عز وجل واسع. وقال ربنا ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، إلى آخر الآيات. قال ربنا عز وجل أولئك أصحاب الجنة، ومن الذي ملكهم الجنة؟ الله عز وجل. وعندما يدخلون الجنة فإنهم يعرفون منازلهم فيها قصورا وجنات وحدائق وأرائك وزوجات وأشجار وأنهار، ولا يضل أحد في معرفة ملكه. يعني مش هيجي مثلا الأخ من الإخوة يدخل الجنة يتوه في الجنة، أو اتنين يشكلهم، ده ملك وده ملك، يشكلوا مع بعض زي ما بيحصل في أهل الدنيا، إن احنا اختلفنا مع بعض في قطعة أرض الفرق بس 10 سنت، دي بتاعتي ودي بتاعتي، لا 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 لا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، ملك كبير. ولذلك الأقل واحد منزلة في الجنة ملكه قد الدنيا دي كلها 10 مرات، دي أقل واحد، يعني أقل منزلة في الجنة ملكه في الجنة مش شقة بتاعت إسكان 30 متر، لا، ملكه في الجنة قد الدنيا دي كلها 10 مرات، بسهولها وجبالها وطيرها ووحشها وحيوانها ومائها وبرها وسهلها وجبلها، كل الدنيا دي كلها، كل الدنيا مش الكرة الأرضية، بقول لك كل الدنيا 10 مرات، ده أقل واحد في الجنة. سبحان الله، بالفعل نحن نضيع قراريط كثيرة في الجنة، نضيع. ولذلك سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، نخلة في الجنة. يا إلهي، سبحان الله وحمده، سبحان الله العظيم، نخلة في الجنة. طب ما أعظم النخل الذي ضيعناه ونحن نتنفس الحياة، ضيعنا يعني قراريط كثيرة من النخيل. أنا ممكن كل يوم أزرع لي 1,000,000 نخل، ما نكتر، ده يقولك اللي ببلاش كتر منه، ده مش ببلاش، ده أنت هتكسب، تكسب كثير جدا، فلماذا لا تكثر من هذا الخير؟ لماذا لسانك ده لا يكون رطب بذكر الله، بالذكر، بالتسبيح، بالاستغفار، حتى يطهر هذا القلب؟ فالقلب يطهر بالذكر، فالقلب يطهر بالذكر.
فقوله سبحانه وتعالى أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها، زيادة تطمين، خالدين فيها. من أعظم المنغصات أن الناس تتولى أعمارهم ثم بعد ذلك يفنون عما حصلوه في دنياهم. يعني كان معي أمس في لقاء كده رجل متحدث بنعمة الله عز وجل. هذا الرجل كان فقيرا معدما، وكان من أسرة فقيرة جدا جدا. نحن الآن نبني مستشفى خيري، فجلست معه لأنه من الناس الكبار الذين يستوردون الآلات من خارج مصر. فالرجل بيقول أنا كنت فقير معدم من أسرة فقيرة معدمة، ولكن فتح الله علي هذا الفتح، وأريد أن أجعل ذلك الخير في طاعة الله عز وجل. كلام طويل. طيب، هو جمع ما جمع وبنى ما بنى وحصل ما حصل، إيه اللي بيحصل؟ عنده دلوقتي حاجة واربعين سنة، بعد كده حاجة وخمسين سنة، بعد كده حاجة وستين سنة، وبعدين في النهاية اللي بيحصل يموت. قال الله وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. وانظر ما خولناكم، أي ما جعلناكم عليه خولا، أي رعاة مستأمنين. يا إله، يعني معنى ذلك إن كل المال الذي أنت تجري في تحصيله بعد ما تحصله يبقى أنت إيه؟ أمين عليه. يعني إيه كلمة أمين عليه؟ أي إن الله تعالى سيسألك عن، يا عبدي أنت مت وعندك مثلا 100 مليون جنيه، تعالى بقى نسألك بقى، دي أمانة عندك، عملت فيها إيه؟ يقول يا رب أنا عملت وصية تلت مالي ده كله في مصارف الخير، وكنت يا رب بروح المستشفيات الناس الغلابة وأعملهم عملية مجانا، وأروح السجن كل الناس بتوع الشيكات والكمبيالات مجانا، وأروح مثلا للشيخ تامر شكري أقول له عاوزين كل شهر نطبع كتاب ونوزعه مجانا وأنا أسدد لك فلوسه. ما شاء الله، ينفق ماله في طاعة الله عز وجل. يا رب ما عرفتش أي باب من أبواب الخير إلا جعلت فيه هذا المال. سبحان الله. نعم سيتأخر دخوله الجنة، ولكن عندما يدخل الجنة سيكون مقامه أعلى من مقام من؟ الفقراء. وهذا هو التحرير الصحيح، عندما يحبس الأغنياء فيكون أول الناس دخول الجنة الفقراء. نعم الفقير ما فيش سجلاته بسيط، ورقتين ولا جايز ورقة واحدة، سؤالين بساط وانتهت القصة. لكن الراجل الغني بقى الملياردير ده هيتسأل كتير. طب لو بالفعل سيتأخر في دخول الجنة، ولكن إذا كان رجلا مستقيما على المنهج هيبقى مقامه إيه؟ أعلى من مقام ذلك الفقير. إذا الفقير يسبق الغني إلى الجنة، ولكن مقام الغني في الجنة إذا كان صالحا أعلى من مقام الفقير إذا كان صالحا، وبذلك تستقيم النصوص وتعتدل ولا يكون فيها تعارض. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ في الحديث الصحيح أن رجلا موسرا كان يقرض الناس، قال يا رب أنا كنت فقير وبعدين فتحت علي في المال، أي واحد عاوز قرض يديله. هذه الأيام لو أنت احتاجت قرض 10 جنيه ولا حد هيبص لك، لأن اللي بياخد قرض ما عادش مرجعه. ومع ذلك هذا الرجل يقرض الناس، عارف إنه يتاكل يقرض الناس، ربنا يوسع عليه، وكل ما بيقرض الناس ربنا يديله إيه؟ زيادة. يقرض ربنا يديله، يقرض ربنا يديله. وكان إذا حان وقت السداد يطلع بقى المحصلين، يطلعهم بقى يجمعوا هذه القروض، يقول لهم إيه؟ فإذا مررتم أو إذا أتيتم رجلا معسرا فتجاوزوا عنه،
لعل الله أن يتجاوز عني يوم القيامة. يبقى الراجل المعسر سيبوه، ما تقولوش فين اللي عندك، لو اقول لهم انا مش قادر ادفع اللي عليا سيبوه واشطبوه من الكشف، لعل الله ان يتجاوز عني يوم القيامة. فبعثه الله عز وجل فقال: انت عبدي الذي كنت تتجاوز عن المعسرين من عبادي قد تجاوزت عنك. سبحان الله، هذا هو. إذا التجارة مع الله يرجون تجارة لن تبور. إذا مهما تسقط من الديون بذات المعسرين فإن الخير عندك عند الله تعالى. يبقى مهما تفعل من عمل فإن ذلك العمل لا يضيع عند الله، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فقال ربنا عز وجل في شأن الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وشأن الذين يدخلون الجنة فيتملكونها ويكونون أصحابا لها وهم في ذلك الخير خالدين فيها، ده كله عشان إيه؟ جزاء بما كانوا يعملون. إذا لابد من العمل. ثم قال ربنا عز وجل في لفتة خطيرة جدا تدل على ما ينبغي أن يكون مع الوالدين، لأن الإنسان عندما يكون محتاجا إلى والديه ينكسر لهما، فإذا شب عن الطوق وقوي بدنه وغلظ صوته وطر شاربه وبلغ من الرجولة مبلغا ربما تجاوز حدود الشرع مع الوالدين، ربما يرفع صوته عليهما، وربما يهمل في علاقتهما ودا واستصحابا وإحسانا. ولذلك قال الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. إحسانا ده مصدر، والتأكيد بالمصدر أبلغ من التأكيد بالفعل. التأكيد بالمصدر أبلغ من التأكيد بالفعل. يعني لو قال: وصينا الإنسان بوالديه أحسنوا إلى آبائكم، لكان قوله وصينا الإنسان بوالديه إحسانا أبلغ من قوله أحسنوا. ليه يا إخواني؟ لأن الأمر بالمصدر أمر بالمصدر المتضمن الأمر بالفعل. إذا عندنا هنا إيه؟ مصدر وفعل. والتقدير: ووصينا الإنسان بوالديه أحسنوا إليهما إحسانا. أحسنوا إليهما إيه؟ إحسانا. إذا كأن الأمر موجود في المصدر وموجود فين أيضا؟ في الفعل المضمر. ولذلك قالوا أن التأكيد بالمصدر أقوى من التأكيد بالفعل. ليه؟ ليه؟ لماذا الإنسان يوصيه ربنا عز وجل بالوالدين؟ لم يوصيه إلا بالوالدين. ولما نيجي بقى عند الخال والعم والعمة والخالة ولاد العمومة ولاد الخؤولة والقرايب يقولك ليه؟ الرحم. إذن أعظم الرحم الوالدين، ولذلك خص الوالدان بذلك. يبقى بر الوالدين وصلة الرحم، مع إن الوالدين من جملة مين؟ من جملة الرحم، بل هم أعظم الرحم. لكن يبقى لهم بر، مش مجرد صلة بس، لهم بر. طب ولماذا قلنا البر بالوالدين؟ لأن البر هو الدين كله. البر هو الدين كله. إذا معنى ذلك إن الدين كله حياطته وحدوده عند الوالدين. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: رغم أنف رغم أنف رغم أنف. فمن جملة ما قال: قالوا له يا رسول الله من؟ قال: الذي أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخل بهما الجنة. ورغم أنف أي صار ذليلا. يبقى كل أخ فينا إخوان له أب أو أم يشتغل خدام عنده، بقول أهو، ما تقولش بقى إن أنا لا، إياك،
قبل ايد والدك والدتك، ولو قدرت قبل رجليهم قبل رجليهم، كبروا في السن نكون خدام عندهم. قالك لا جري، ما تقولش انا ورايا درس، ما تقولش انا ورايا مصلحه، مشوار. قدم ابويك على كل حاجه. فوالله ما اعلموا عن بر الوالدين الا انهم يفتحوا كل خير. وصينا الانسان بوالديه احسانا، لماذا يا ربنا؟ قال الله: حملته امه كرها ووضعته كرها. الطلق اللي هو المتعلق بالوضع وآلام الوضع أنتم لن تتصوروها، ولكن أنا سأشبه لك شيء. أنت عندك مغص قاتل في بطنك، مغص قاتل في بطنك، كلنا أصابوا ذلك المغص، أكل سندوتش مش كويس، أكل وليمة مش كويسة، لخبط في الأكل، عينه زغت في الأكل شوية فلخبط الدنيا في بعضها. ودائما المغص الشديد ده يقومك من النوم، أول ما تصحى في غير موعد اعلم بأن هناك مصيبة. وزائرتي كأن بها حياء فلا تزور إلا في المساء. وزائرتي هنا اللي هي الحمى، ما تظنش حاجة وحشة، بيشبه الحمى بأنها امرأة، ولكنها لا تأتي من تحب إلا عند الايه؟ المساء. فدائما الأوجاع والآلام عند المرضى لا تطفح عليهم إلا عند الايه؟ المساء. وده أمر معلوم، طول النهار أنت بتجري، ما أنت شاعر بحاجة. سكن الكون وخلد الناس إلى الراحة والسكون، تبدأ آلامك ايه؟ تظهر. شفت الآلام بتاعة المغص؟ كلنا نجرب المساء دي ولا ما جربهاش؟ ولا أنتوا ما شاء الله عليكم؟ ما شاء الله، كلنا ذلك الرجل، كلنا ذلك الرجل. أهي الآلام بتاعة الوضع قد المغص اللي بيجي لك ده؟ قول مثلا مليون مرة، قول مليون مرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل من جملة شهداء الأمة ذات الايه؟ ذات الايه؟ ذات الجنب. يعني ايه ذات الجنب؟ أي التي تموت عند الوضع، تموت عند الوضع. ممكن بعض النساء من شدة الألم ما تستحملش، ممكن روحها يطلع من شدة الألم، ممكن تموت من عظم الألم. بعض الناس لما بيتألم ويبكي ما يبقاش عارف ياخد ايه؟ نفسه، يقعد يحرك راسه عاوز ياخد نفس مش قادر ياخد نفس، سبحان الله. فما بالك بقى ألم الوضع قد ألم المغص ده يجي مليون مرة. الألم ده ممكن يستمر بالساعات الطوال. طبعا حضرتك ولا انتهن، شد حيلك وخلاص وتروح بتجري هنا وهناك وسايبها. ها؟ سبحان الله العظيم. حملته أمه، بين ربنا هذا المعنى الذي ذكرت لكم بقوله كرها. حملته أمه كرها، حمل ده بيبقى تقيل قوي. لما يقول لك ان الجنين باللي حواليه تقله مثلا 9 كيلو وممكن يصل ل 10 كيلو 11 كيلو. انت لو انت شايل في ايديك 9 كيلو ليل ونهار، حتى اصور لكم المساله برضك، لان احنا بنقرا القران ولا نتخيل المعاني القرانيه الشريفه. انت في ايدك صفيحه تقول لها 10 كيلو وشايلها ليل ونهار، ايدك تعمل فيها ايه؟ توجعك، تؤلمك، تقعد تغير من الايد دي للايد دي، الايد دي للايد دي، الايد دي للايد دي. طب وانت نايم برضك شايلها في ايدك برضك وانت نايم. طب الام بقى شايله ال 10 كيلو ديت فين؟ في بطنها. ماشي واقف وتطبخ، بتغسل، بتنشر، بتتحرك، بتصلي، كل نايمه قاعده، كل والشايله برضك الايه؟ ال 10 كيلو دي. يبقى بالفعل تعب، تعب جامد قوي. يبقى تعب واجهاد وارهاق عند الحمل وعند ايضا الايه؟ الوضع. قال ربنا في ذلك: حملته امه كرها ووضعته ايه؟ كرها. انظر الجمله الجميله الاتيه ديت لانها بتحل كثير من المشاكل. قال ربنا: وحمله وفصاله
30 شهرا. إيه معنى فصاله؟ أي قطع الرضاعة عنه. ولذلك عندنا في النوع من الجمال اسمه الفصيل. يعني إيه الفصيل في الجمل؟ الجمل يقعد يرضع من أمه، أول ما أمه تقوم ضربها برجلها كده وتقطع عنه الرضاعة يسمى ذلك إيه؟ فصيل، أي انفصل عن أمه. انفصل عن إيه؟ عن أمه. الحمل إلى قطع الرضاعة كلهم كام؟ 30 شهر. فسدل به بعض أهل العلم على أن الحمل قد يكون 6 إيه؟ أشهر، والوالدات يرضعن أولادهن إيه؟ حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. يبقى أعلى مدة في الرضاعة كام؟ 2 سنين، وأقل مدة في الحمل كام؟ 6 أشهر. بعض الناس بيتهموا النساء، يبقى امرأة حملت 6 أشهر، يقول لك يبقى كانت على علاقة قبل الزواج، إزاي تولد عندها 6 أشهر؟ أجاب القرآن حمله وفصاله كام؟ 30 شهر. هيرضع 24 شهر، يبقى الباقي كام؟ 6 أشهر. والشهور هنا شهور قمرية مش شهور إيه؟ ميلادية. لأن الشهور الميلادية في الإسلام لا يعترف الإسلام بشهور الميلادية. فالشهر القمري أقل، والسنة القمرية أقل بما يقرب من 40 إلى 45 يوم عن السنة الميلادية. يبقى الفرق بين السنة الميلادية وغيرها شهر ونص. شهر ونص الفرق بين السنة عندي ودي، شهر ونص تقريبا. يبقى لما يكون 2 سنين، لما يكون 30 شهر، يعني 2 ونص، يبقى الفرق كام؟ يبقى شهر ونص وشهر 3 شهور، وكمان عندنا 5 وحول مثلا 15 أو 20 يوم، يبقى مدة كبيرة. يبقى يمكن أن يتصور أن يكون الحمل في أقل من 6 أشهر ميلادية. يتصور أن يكون الحمل في أقل من 6 أشهر ميلادية. فلا تتهم المرأة عندئذ بأنها على علاقة آثمة أو نحو من ذلك. طيب، من أراد أن يقلل الرضاعة عن 2 سنين له ذلك، لقوله تعالى لمن أراد أن يتم الرضاعة. يبقى لما ربنا عز وجل قال فحمله وفصاله 30 شهرا، دي الحدود الدنيا والعليا. الحدود الدنيا لماذا؟ لماذا؟ للحمل. والحدود العليا لماذا؟ للرضاعة. فدل ذلك عليه يمكن أن يزيد الأمر عن 30 شهرا. افترضنا الحمل 9 أشهر وإحنا عاوزين نتمم الرضاعة إيه؟ 2 سنين. يبقى هنا إيه المسألة بقى؟ 30 شهرا، فهيبقى كام؟ 33 شهر. طيب، ولذلك من هذه الآية استدل بعض الأصوليين على أن العدد لا مفهوم له. يعني العدد ليس مقصودا، ليس العدد مقصودا، لأن العدد لو كان مقصودا لدل ذلك على عدم جواز إتمام الرضاعة لمن زاد عن 6 أشهر. فاهمين يا أخوانا في المسألة دي؟ تمام. يبقى إذن مين اللي بتحمل؟ الأم. ومين اللي بتتابع؟ الأم. طب فين الأب؟ طب ما كان المفروض يقول وأوصينا الإنسان بأمه إحسانا، اللي هي اللي حملت وسوت. إشارة إلى دور الأب في تحمل المسؤولية مع الأم. إذا الأب بيرقيها، بيدعي لها، بيأكلها، بيغطيها، بيقوم بشأنها. إذا الأب أيضا له جهد في هذه الأوقات. ولذلك كانت توصية للوالدين. طب وعند الوضع من الذي يتولى الوضع ويأتي بالقابلة وينفق على ذلك ويأتي بالملابس ويأتي باللبن هو من؟ الأب. يبقى إذن الأب مشترك مع مين؟ مع الأم. ولكن الجهد الأكبر بتاع مين؟ بتاع الأم. ولذلك يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ يعني أكتر واحد
أصله وأصاحبه مين؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال إيه؟ أبوك. إذن في المسألة ديت مسألة الإحسان للوالدين نصيبين للأم ونصيب لمين؟ للأب. حتى هنا معنى لغاية أن، الغائية لغاية، يعني قعدت الأم ترضعه لغاية لما تمامت رضاعه، وبعد ما رضعته بدأ دور مين؟ الأب، يجيب له الأكل والشرب واللبس ويصرف على الأم، لأن الأم بترضع من اللي يصرف على الأم؟ الأب. إذا الأب شايل العيلة كلها على كتافه يصرف على الأم وعلى الابن ويجيبهم أكل ولبس وشايل العيلة، ودون أن يقصر. الواد عدى سنتين وأربعة وخمسة وستة، وبقى عنده من 30 لأربعين سنة. من 30 لأربعين سنة دي مرحلة الأشد، حتى إذا بلغ أشده. مالش بلغ، لأن البلوغ أقل من ذلك بالاحتلام، لكن إذا بلغ أشده نيف على 30، زاد على 30، وبلغ 40 سنة دي أشد الأشد، دي أعلى حاجة عندئذ، ده هنا القمة في الاكتمال العقلي والبدني والذهني والوجداني والشعوري، هنا القمة. ولذلك ما أرسل الله نبيا إلا في سن الايه؟ 40. يبدأ يبقى شيخ بقى، يبدأ يعقل ويرث. دايما الصغير تلاقيه معفرط ومش راسي، فيه رهق، حتى يقول لك سن المراهقة. يعني ايه المراهقة؟ اللي هو الطيش، عدم الاتزان. ويقال فلان سيفه به رهق، يعني رهق يعني ايه؟ كل بيطلعه لأي حاجة بيطلعه على طول كسيف الحجاج، به رهق، ما يطلعوش باتزان وحكمة، لا به رهق. واحد قال له كلمة كده خيبة، عمل مثلا بمناخيره حركة خيبة، حاجة بسيطة، يتلاقي رقبته طارت بين رجليه، سيفه به ايه؟ به رهق. ونجد الكلام ده حتى في الحيوانات، شوف الجحش وشوف الحمار. الجحش تتلاقي قاعد يضرب بالجوز ويتنطط ويقلب على جنبه ويجري ويبتاع، فيه رهق. كبر شوية وتعلق في العربية، يركز ويمشي بوقار ودانه كده موطية كده هوت، وغلبان تشوف تلاقي مسكين، واخد بالك ازاي؟ كذلك شاب صغير يجري يتنطط وبتاع، اول بقى ما يكبر يتزن يعقل ها كده ماشي ويجوز يا خرام ماشي يا خرام ويجوز ويخلف، واخد بالك ازاي؟ يبدا بقى ايه؟ يجر العربيه بقى، واخد بالك ازاي؟ يجر العربيه. وبلغ 40 سنة، يعمل ايه هذا الولد الصالح اللي هو بالفعل معترف لربه بالوحدانية ولأبويه بالمنة والفضل؟ يقول ايه بقى؟ طبعا بيتذكر ابوه اللي هو رباه وامه اللي خلفته، وتذكر الجهد بتاعهم، لان دايما يقولك اعطي الولد اللي له ولد. ليه بقى؟ انت مسافر ومش عايز تاخد ابنك صغير معاك، تديه لمين؟ تديه للي عنده ولد، للي عنده ولد بيعرف خطورة الولد وكيفية التربية. ماشي؟ انت تربيت زي ما تعرفش، لكن تعرف الجهد الذي بذل معك عندما تبذل جهدا مع ايه؟ مع ولدك. تقول اه بالفعل امي تعبت لما جت اولد، وابويا تعب في المصاريف والمسؤوليات والبتاع وما الى ذلك. ولكن لما بيكبر وينضج يقول ايه بقى؟ قال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي، وان اعمل صالحا ترضاه. ده كله دعاء. اوزعني، اجعل لي نصيبا، وقوني وأعني
أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، نعمة الإسلام أعظم نعمة، وعلى والدي. قيل هذه الآية في أبي بكر لأنه أسرع في الإسلام ودعا أبويه إلى الإسلام فأسلم، أبو قحافة عثمان، وأمه أم الخير بنت عمرو بن صخر، دعاهم أبو بكر إلى الإسلام فأسلم ودعا أولاده إلى الإسلام فأسلموا جميعا. ودي من أعظم المنن، إن الأب الأسرة كلها تكون على المنهج. دي من أعظم المنن، إن الأسرة كلها تكون على المنهج. لكن لو ولد اختلف كده أو كده بيكون يعني غصة في حلق الأب. ولذلك في قصة نوح، ما أعجب قصة نوح، لولا قصة نوح لكل أب لابن ملوح ربنا يهديه يا رب كان جاب مسدس وقتله، قتلوا على طول لولا قصة نوح، لانقلب كل صالح على فاسد ولده فقتله، سبحان الله. ولكن هو الأمل الذي يعيش به الناس أن ينظر الله تعالى إلى أبنائهم فيربيهم لهم، وأن أعمل صالحا ترضاه. يا سلام، وأن أعمل صالحا ترضاه، مش أعمل صالح بس، لا، ترضاه. إذن بيعمل الصالح من أجل أن يرضى الله تعالى عنه. إحنا عندنا كده برضك في المذاكرة، أنا واحد من الناس مثلا أقول أنا لابد أطلع الأول على الدفعة، يبقى مذاكرتي عشان أطلع الأول، ما فيش حد يسبقني، وفضل لكن بتيجي بمنة الله عز وجل كان بتيجي. طب أنا لو ذاكرت بس عشان النجاح ممكن ما نجحش، لكن لو ذاكرت أن أنا أجيب 100 من 100 تبقى المذاكرة أنا أجيب 100 من 100 ممكن تقل أجيب 98 99 97، يبقى برضك أنت فين؟ فوق. كذلك في العمل الصالح، في العمل الصالح ما تخليش حد يسبقك. وقال الله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، خلي يومك كله لربنا، ما فيش حد يسبقك في الطريق إلى الله عز وجل، تنافس مع غيرك، ما تجعلش غيرك يسبقك في الطريق إلى الله، أنت ممكن تموت في لحظة. عمرو الحسيني كان معايا بعد العصر وفي اتفاق نحن نتقابل الساعة 12، إيه اللي حدث؟ مات هو وزوجته وعياله مرة واحدة. كالطيف محمود كان معنا في الفجر ورايح بلده اتخبط ومات. الله، ده الموت بسرعة، ايه اللي بيحصل؟ لنا زميل في الكلية دي من اعجب ما يمكن، كنا في اجتماع القسم وكان ما شاء الله تسلم عليه ايدك دي تتفعص في ايده، لا يشتكي البت، قوة ما شاء الله. وبعدين رحت البيت تليفون، فالدكتور فلان توفي واتدفنك. إيه الدكتور فلان، كيف ذلك الامر؟ ده احنا كنا في اجتماع القسم دلوقتي وراجل صحيح معافى. اياك ثم اياك ان تظن انك طالما بتاكل وبتشرب وبتمشي وبتنام وقوي وجلد يبقى انت في مأمن، فان كأس الموت يتجرعه كل انسان، كل ابن انثى، وان طالت سلامته يوما على آلة حدباء محموله. يعني كل إنسان لابد أن يحمل في ذلك النعش، ولابد أن يطيف عليه طائف الموت مهما بلغت قوته ومهما عظمت سلطته، فإن الموت لا يتخير، فإن الموت لا يتخير، وإنما هو أمر الله يحدثه حيث شاء. الولد الصالح بيدعو ربنا أن يعينه على شكر نعمته أن هداه للإسلام، وإن ربنا عز وجل هدى والديه أيضا وأعانهم على تربيته، وبيدعو ربه أيضا أن يعمل صالحا يرضاه الله. إذا لابد أن يتقن العمل ليرضى الله تعالى عن ذلك العمل. وإيه كمان؟ وأصلح لي في ذريتي، جميلة جدا. ولذلك ذرية أبي بكر من أعظم الذرية بركة، ولاده كلهم أسلموا، ولاده كلهم كانوا في الفتوح، ولاده كلهم كانوا من أرباب العلم والجهاد،
كان ذرية مباركة. وأصلح لي في ذريتي، يعني ده كان نفسي إن يعني حد من الإخوة يكون عنده طول في النفس ويعمل لنا سلاسل أولاد الصحابة، يعمل لنا سلسلة أولاد الصحابة. إحنا بنيجي لغاية الصحابة وبعدين بعد كده ما بنعرفش ولادهم راحوا فين، ما بنعرفش ولادهم راحوا فين إلا إذا كان الحدث هو الذي يفرض نفسه، كعمر بن عبد العزيز. عمر بن عزيز أبوه عبد العزيز بن مروان تزوج من مين؟ تزوج من امرأة من امرأة هي بنت سالم ابن عبد الله ابن عمر، وبالتالي عمر ابن عبد العزيز جده مش لابوه، جد لامه مين؟ عمر ابن الخطاب. يبقى احنا عرفنا السلسلات عشان مين؟ عشان عمر ابن عبد العزيز. طب لو ما كانش عمر ابن عبد العزيز ما كناش عرفنا القصه دي اللي كانت بقاعه اللبن، وبعدين امها بيت لها اخلط اللبن بالماء فعمر مش هيشوفنا، فقالت لها ولكن رب عمر مطلع علينا. عمر بن الخطاب علم على البيت وراح بسرعة عرف اللي كان وجوزها مين؟ ابنه، وجوز البنت ديت لابنه اللي هو سالم. وبعدين سالم من ذرية بنت سالم كان عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. لو ان في هناك حد بالفعل جعل هذه النقطة في ذهنه إن هو سلسلة أولاد الصحابة، يعني الصحابة دولت لهم أولاد، أولادهم دولت عملوا إيه؟ جهدهم إيه؟ سووا إيه؟ ومعظم أولاد الصحابة كانوا فين؟ كانوا في المدينة، معظمهم كانوا في المدينة. ماذا صنعوا؟ ماذا صنعوا؟ إني تبت إليك وإني من المسلمين، تبت إليك من كل ذنب اقترفته أعلمه أو لم أعلمه. وإني من المسلمين، قال الله عز وجل فيهم أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا. أحسن هنا بمعنى حسن ما عملوا، وهذا موجود في اللغة، إن أفعل تأتي بمعنى فعل، يعني نتقبل عنهم ما عملوا من خير، ما عملوا من خير، لأن ما هنا هي الموصولية. يبقى أولئك الذين تقبل عنهم حسن الذي عملوا، لأن أحسن ما عملوا يبقى في عندهم حاجات حلوة جدا عملوه وحاجات حلوة بس أقل منها، فربنا تقبل منهم بس إيه؟ الحاجات الحلوة اللي قوي. طب اللي أقل منها ربنا مش هيتقبلها، لا. ولكن أحسن هنا بمعنى حسن، أي إن الله تعالى يتقبل. والتقبل هنا يتضمن القبول، بيتضمن معنيين، المعنى الأول الرضا، المعنى الثاني الإثابة. الرضا والإثابة، يبقى القبول لما نقول إنما يتقبل الله من المتقين، إذن القبول هنا بيتضمن إيه يا أخوانا؟ رضا الله عن الفعل وإثابة الله تعالى على الفعل. يبقى رضا الله تبارك وتعالى عن الفعل وإثابة الله تعالى على الفعل، يبقى ربنا يرضى عن الفعل ويثيب على الايه؟ على الفعل. طيب الرضا والإثابة الاثنين دول يسموا بالايه؟ بالقبول، يسموا بالقبول. ولكن يقول لك تقبل الله منا ومنك، انت بتقول تقبل الله منا ومنك بتقولها وخلاص، لكن لابد ان تفهم تقبل الله يعني معنى ايه؟ راضي عن فعلك ثم أثابك على فعلك، وذلك من أعظم الدعاء. ربنا تقبل منا ومنك، تقبل الله منا ومنك. ها، فقال ربنا عز وجل أولئك، أي المشار إليهم هم الذين يصلون أرحامهم ويبرون آباءهم ويجتهدون في الدعاء، أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم.
لما نيجي نعطس ما نتقبلش العطاس باليمين، نتقبله بالشمال او نجعله في الكم ان شاء الله، مش عشان في الونزة بتاع اللي بيقولوا عليها دي، ولكن ده لان هذا من التسنن والهدي، يعني عطس ممكن في كم كده او بالشمال، نعم ده اوفق. ونتجاوز عن سيئاتهم، التجاوز معناه أن تمر على الشيء دون أن تلقي له بالا، تمر على الشيء دون أن تلقي له بالا. تقول تجاوز فلان فلانا، يعني مر عليه دون أن يلقي له بالا. لما نقول عربية مسرعة وعربية بحمار، فالعربية المسرعة قلت تجاوزت الأخرى، تجاوزتها يعني مارت بها دون أن تلقي لها بالا. يعني معنى ذلك السيئات التي يفعلها هؤلاء تضيع في بحور حسناتهم، فيتجاوز الله تبارك وتعالى عن هذه السيئات، ولذلك هم في أصحاب الجنة، مستقرهم في أصحاب الجنة، حالهم في أصحاب الجنة، كأنهم قد دخلوا الجنة فعلا. لم يقل ونتجاوز عن سيئاتهم أصحاب الجنة ويكون دي بدل، ولكن قال فيه للدلالة على أنهم بالفعل قد دخلوا الجنة وتمكنوها، لأن فيها معنى ظرفية، والظرفية معناها أن شيء تملك شيئا. ما ينفعش نقول الماء في الإناء إلا وهو بالفعل في الإناء. إذن هذه بشرى لهؤلاء القوم، وإن كانت لهم زلات وسيئات وهنات، إلا أنهم في الجنة إن شاء الله كما قال ربنا عز وجل. وهذا المعنى اللطيف ذيله ربنا بذيل الآية تذييل خاطر جدا، قال وعد الصدق، يعني دخولهم الجنة، والتأكيد على دخول الجنة ده وعد، ووعد من الله، إذن وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الجنة، وأن يوفقنا إلى الأعمال الصالحة، وأن يتقبلها منا، وأن يختم حياتنا بما يرضى به عنا، فهو سبحانه وتعالى أهل لكل خير، ونحن أهل لكل نقص وعجز. إخواني تقرأوا هذه الآيات إن شاء الله. دي أقل، لا هنا بقى الآية بقى الأخرى، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد. فإذا كان قلت دي الحد الأعلى في الرضاع، ودي الحد الأدنى فين؟ في الحمل. نعم. نعم حال، نعم حال من الكتاب، لا ممكن أن يأتي الحال نكرة إذا كان، نعم ما هو صاحب الحال اللي هو الكتاب، صاحب الحال والكتاب، يمكن أن يأتي الحال نكرة إذا وصف، إذا نعت. سؤال البر والدين كله، ما معنى البر هنا وما الدين على كونه الدين؟ أيوة، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى، الآية. وبوب البخاري على هذه الآية فقال باب الإيمان هو البر. وذكر شيخ الإسلام بأن الأسماء أو الأسامي الشرعية المطلقة فإن بعضها يؤدي معنى بعض، لا سيما إذا أفردت، يعني الإسلام والإيمان والإحسان والتقوى والبر
والخير والمعروف، دي كلها أسماء ممدوحة مطلقة، فيؤدي بعضها معنى بعض. إذا كان هناك تلازم بين الظاهر والباطن فلتارك جنس العمل الكلية ده على كفره، لأن هذه المسألة تشغلني جدا. هذه المسألة لم تشغل السلف، فكيف تشغلك أنت؟ يا ترى هل أنت أزكى وأعلم من السلف؟ أم إنك بلغت من العلم مبلغا لم يبلغوه؟ فانشغل بما انشغلوا به لتصل إلى بعض ما وصلوا إليه. دي ورقة دي تختبر؟ لا والله. طيب نتكلم في المسألة دي، ما أنت بقى بتجار بقى الناس اللي بيخبطوا في المسألة دي. مش كده؟ اللهم المستعان. نختمر بقى دلوقتي بقى شهاب أنظر التجار هنا في المنصورة. ف اسمها مودة مش كده؟ مودة. طبعا مودة، المودة معناها المحبة الصادقة، ولكنها محبة مختلطة بخير، يبقى دي مودة، يبقى يعني حب مختلط بخير. يعني ممكن يكون حب بس بحبك بس، لكن بحبك وإيه وبديلك. فالمعنى الشريف ده، الأخ تامر عمل مكتبة وسماها مودة في شارع المكتبات. فيبقى لو احنا عاوزين نشتري اي كتاب، طبعا ده اعلان مجانا اهوت يا اخي تامر، نروح بقى للاخ تامر اخونا وحبيبنا ننفعه، وهو ان شاء الله هيكون يعني ودود بنا ان شاء الله تبارك وتعالى. تفضل يا اخوانا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا اطلع، احنا عايزين بقى صوت يصم الاذان ويخلع الافئده من اماكنها. تجيب ايه؟ خايف من الجيران؟ يصحوا بقى الساعه 8 دلوقتي. يلا بسم الله. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم نجيب من ثاني وهذا كتاب، بس ناخد فيها ايه هواء، ندخل هواء كده للرئتين عشان نقدر نقولها. وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين ولا هم يحزنون. من تاني؟ خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه
سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. لا من ثاني، احنا بنمد المنفصل ونتجاوز جزاكم الله خير. لا، من غير ما أقول صدق الله العظيم، حسبك.